ترى من يكون رعد شوك الذي يقدم نفسه أو قدم بطلا لهذه القصة على حد زعمه؟ ناشطون تداولوا مقاطع مصورة لشوك وتبين فيما بعد أو تبين فيما بعد انتماؤه للفصائل الميليشياوية العاملة في جرف الصخر، حيث حرص على تقديم الدعم والإسناد لهم. وناشطون اتهموا الشوك أيضا بتدبير عملية الدفن لإخفاء تفاصيل وحيثيات الجريمة التي راح ضحيتها عشرات من المعتقلين المغيبين. نشاهد رعد الشوك وهو يرتدي الزي العسكري للميليشيات. تقوم مؤسسة الزهراء الخيرية الحاج رعد الشوك بإرسال الدعم اللوجستي إلى أبطال الحشد الشعبي المقدس، وإن شاء الله النصر قريب. وهنا عندنا الحاج رعد الشوك، الله يزارك حجي. أنا العيون أبو سجاد. شنو شعورك حجي وانت ترسل الدعم اللوجستي إلى أبطال الحشد الشعبي المقدس؟ والله صراحة نفسية ومرتاحين والحمد لله وشكور، وعفد نعمة كريمة من الله سبحانه وتعالى أن يخلينا نتواصل وياهم نفسيا وروحيا وماديا، ونظل نتواصل وياهم إلى أن ينتصر العراق.